قانون المحاماه كان في حاجه الى تعديلات كثيره تطرأ عليه، وما طرأ عليه في هذه المرحله القدر المتيقن لمعالجه الاحوال التي نحياها في مهنه المحاماه في الوقت الحالي. في هذا القانون كثير من التعديلات التي اتت بثمره وتعود بالنفع على مهنه المحاماه وعلى المحامين. وهناك اشياء اخرى وأمور أخرى كان يتعين أن تأتي، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالتالي ما تم وضعه من تعديلات في قانون المحاماة يحقق الغاية المنشودة في الوقت الحالي إلى أن يأذن الله بأمر آخر. حديث قانون المحاماة به كثير من المحاسن، أعظم هذه المحاسن بالتدريج على النحو الآتي: أصبح هناك ما يعرف بأكاديمية المحاماة. أكاديمية المحاماة أكاديمية تعقد لدراسات تخصصية في مهنة المحاماة عمليا وعلميا، نظريا وعمليا في المحاكم، بحيث يخرج بعدها المحامي بعد عام كامل من الدراسات النظرية والعملية يخرج سفير فوق العادة لمهنة المحاماة، يستطيع أن يؤدي دوره في المحاكم وأمام الناس كلها كمحامي محترف اكتسب خلاق مهنة المحاماة: قيم، أداب، فضائل، حدث ولا حرج في هذه المسائل. وسيعطى من خلال هذه الأكاديمية دروسا تخصصية من خلال كبار رجال المهنة المحاماة، شيوخ وعلماء من كبار دكاترة القانون من كبار كذا وكذا، بحيث إذا ما اجتاز الاختبارات لمدة عام قيد بجدول نقابة المحامين، أي أن الأكاديمية سابقة على القيد في نقابة المحامين وليس كالمعهد الحالي التالي للقيد. فكان المحامي يقيد في الجدول العام ثم بعد ذلك يذهب إلى معهد المحاماة لا يعني شيء تحصيل من عدم تحصيل لأنه قد قيد. أما الآن في ظل الأكاديمية لن يقيد في الجدول العام لنقابة المحامين إلا من اجتاز اختبارات الأكاديمية. إذن الأكاديمية أمر عظيم يحقق غايات مشروعة في مجال مهنة المحاماة. نعطف بعد ذلك مثلا على ضمانات المحامين التي من خلالها يؤدي المحامي أعماله أمام سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، تم النص عليها والعطف عليها من منطلق ما هو وارد في الدستور أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون، يؤديها المحامون على استقلال ولهم كافة الضمانات عند أدائها أمام جهات الاستدلال، الشرطة، والتحقيق في النيابة والمحاكم. كل ذلك تم النص عليه في القانون بحيث يحفظ على المحامي قيمته وكرامته في أداء هذه الأعمال، ولا يمكن أن يعصف بها على الإطلاق ولا يتم القبض ولا اعتقال، وإنما تحرر مذكرات وتطرح على رئيس نيابة الاستئناف، النيابة الكلية، نيابة الاستئناف أي أعلى درجة في سلم النيابات قبل النائب العام المساعد مباشرة. أيضا الحديث عن الانتخابات، مثلا مجلس النقابة العامة أصبح الآن 28 عضوا بعدما كان 56 عضو. هذا العدد الكبير كان لا يحقق الغايات المنشودة في الدراسة وفي الحوار وفي المناقشة حدث ولا حرج. الآن 28 عضو نستطيع أن نتناقش ونتحاور في كل شيء، ويبدو كل عضو ما شاء من آراء وأفكار ثم بعد ذلك يؤخذ القرار، سيكون هناك شيء من الشفافية والوضوح. على مدى عمر نقابة المحامين من 1912 حتى عهد قريب كان عدد أعضاء مجلس النقابة العامة 24 عضوا ونقيب، الآن 28 عضو أمر مقبول، نصف هذا الأعضاء من محامين المقيدين أمام الاستئناف النقد والاستئناف، إذن على درجة عالية من الفقه المهني والعمل النقابي. وينتخب مجالس النقابات الفرعية بدلا من أن ينتخب عضو المجلس النقابة الفرعية من دائرة الجزئية، فكان هناك من يأتي بسبعين صوت ومئة صوت، هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. نقابة جنوب القاهرة مثلا معهد الشيوخ والعلماء والعظماء في مهنة المحاماة لا يمكن أن يكون عضوا يقال أنه عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة وقد أتى بمئة صوت، إنما الآن في ظل التعديل ينتخب أعضاء مجلس النقابة الفرعية من كامل دائرة النقابة الفرعية على الإطلاق، ثم سيكون العضو مشرف والعضو يمثل جمعية عمومية للنقابة الفرعية ككل وليس لدائرة الجزئية فحسب. هذا قليل من كثير ورد في القانون، نستطيع أن احنا نفيض فيه ونتحدث إلى ما شاء الله حديث مطول في هذه الحقوق. وهذه الحقوق الآن بمشيئة الله سنناقشها الآن على نحو ما هي الدعوة الموجهة من النقابة العامة للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لنضع هذه النصوص المعدلة موضع التنفيذ، نتناقش فيها أفضل ما فيها نخرجه، إذا كان هناك شيء يستحق الإضافة والعطف على التعديلات نعطف عليه ويخرج في صورة قرارات. النقابة أصبحت الآن في ظل أحكام الدستور وهذا التعديل سيدت جدولها،
النقابة سيدة جدولها، هي النقابة التي تتحكم في عدد الأعضاء المقبولين من المحامين في القيد بها، حتى لا يصل العدد إلى مئات الألوف. المحاماة شأنها أي شأن أي عمل، عرض وطلب، فإذا ما كثر العرض وأصبح العدد بمئات الألوف ضاعت هذه القيمة، خصوصا عندما يكون العدد بمئات الألوف هناك من يندس بين أبناء هذه المهنة من غير المؤهلين لممارسة مهنة المحاماة. الآن النقابة تستطيع أن تضبط جدولها، سواء من حيث الأعداد التي يتم قبولها، سواء من حيث الإجراءات والضوابط التي تضعها للقيد وشروط ممارسة مهنة المحاماة. البعض كان يعيب على قواعد وضوابط الإجراءات في القيد، وأنها كانت تمثل حجر زاوية في القيد في نقابة المحامين، نظرا لأن المحاماة مهنة حرة، المحاماة على نحو ما في الدستور وفي القانون، المحاماة مهنة حرة يمارسها، القانون نص والدستور قال يمارسها، ما قالش يقيد وكفى، إنما لابد من الممارسة. وبالتالي النقابة الآن ستضع القواعد التي تكفل الوقوف على من يمارس مهنة المحاماة، وبالتالي نشرف به ويشرف بنا، ومن لا يمارس مهنة المحاماة وبالتالي لا يصح أن يكون في جدولها ويصبح عبئا ثقيلا علينا. الآن كل ذلك وضع موضع التنفيذ، سنعطف عليه في هذه المناقشة بمشيئة الله.